واستنزلوا بعد عز عن معاقلهم وأودعوا حفرا يا بئس ما نزلوا ناداهم صائح صائح الوجدان وهو أبلغ من البيان صائح حقيقة الحال وهو أبلغ من المقال ناداهم صائح من بعد ما قبروا أين الأسرة والتيجان والحلل أين الوجوه التي كانت منعمة من دونها تضرب الأستار والكلل فأفصح القبر عنهم واقع القبر هو يجاوب حين ناشدهم يعني هو سألهم هو يجاوب واقع الحال فأفصح القبر عنهم حين ناشدهم تلك الوجوه عليها الدود يقتتل أو ينتقل قد طالما أكلوا دهرا إن شاء الله أكلوا طعام وشراب ما يخالف لا يأكلون لحوم الناس لا يشربون دماء الناس قد طالما أكلوا دهرا وما شربوا فأصبحوا بعد طول الأكل قد أكلوا المظلومة المهضومة التي عصرت الملطومة اتخاطب اللي ظلمها فدونكها مخطومة مرحولة وين راح تروح تلقاك يوم حشرك فنعمل مخطومة مرحولة يعني هذه صيغ صيغ البلاغة الكناية الكناية من أعلى رتب البلاغة كنت عن فدك بالناقة المخطومة الخطام للناقة مثل الزمام للفرس المرحولة الرحل للناقة مثل السرج على مهيئة يعني مهيئة للرحيل لأن الدنيا مو باقية فدونكها مخطومة يعني فدك مخطومة مرحولة تلقاك يوم حشرك فنعم الحكم الله والزعيم محمد صلى الله عليه وآله والموعد القيامة وعند الساعة يخسر المبطلون ولا ينفعكم إذ تندمون ولكل نبأ مستقر فسوف تعلمون من يأتيه عذاب يخزيه ويحل عليه عذاب مقيم ولسوف تأتي في القيامة فاطم لكن شلون تأتي الخبر عن الصادق عليه السلام تمر كالبرق الخاطف تحف بها الحور العين والملائكة يفتح تفتح لها أبواب الجنة جنة الفردوس ادخلي يا فاطمة تقول يا رب أريد أن أعرف قدري في هذا اليوم في قلبي آهات في فؤادي جراحات ولسوف تأتي في القيامة فاطم تشكو إلى رب العباد ولترفعن
جنينها وحنينها. جنين قتلوه في بطن أمه. من ضمن الأدلة هذه الرواية التي يؤكد الفقهاء على صحة سندها، رواية دلائل الإمامة اللي ينقل الشيخ نزيه صاحب كتاب شرح خطبة الزهراء عن السيد الخوئي رضوان الله عليه، يقول في معجم رجال الحديث: إن سند هذه الرواية صحيح فيها هذا المقطع، يقول الصادق عليه السلام: وكان سبب وفاتها أن قنفذا مولى فلان لك ذهاب نعل السيف بأمره فأسقطت محسنا، ولترفعن جنينها وحنينها بشكاية منها السماء تتزلزل. رباه ميراثي وبعلي حقه غصب، بعد وأولادي جميعا قتلوا، ذبحوا أولادي، أولادي بين قتيل مضرج بالدم ومسموم قذف كبده بنجيع السام، وبين من بنيت عليهم الأبنية ببغداد، وبين من قضى في الطوامير، وبين من هام في البرور، حتى خاطبها الراذي: لحد يا زهرة فرقاو عنك أولادك، ودايم على أولادك مجرح فادك، شربك عليهم مدمعك والناح زادك، ما حد قضى منهم يا زهرة موت عينه، منهم قضى بالسم يم الحسن مهضوم، ومنهم قضى بالسيف يم حسين مظلوم، وصارت منازلهم خلية ومسكن البوم، وانتي على الأولاد يا زهرة حزين، طوس أرض بغداد منهم ضمت بدور، وكوفان يا زهراء إليهم صارت قبور، وفي كربلاء اللي ذبحوا في يوم عجور، وأجسادهم ظلت على الغبرة رهينة. يخاطبها ابن فايز عليه الرحمة، يقل: هذيك الغصان الحلوة باتوا بحار الرمضة، وماتوا عطش يا زهرة وقلوبهم تتلظى، وخيل الأعادي منهم ظلت ترض الأعضاء. قومي يا زهرة وصيحي وفجعتي بولاد، غصن تربى بحجرك ليه من بكى تسقينه،
ذبحوا الأعادي ظامي وانتين ما جيتين يا ليت رنج حاضرة وبعينك تشوفينه ذاك العزيز الغالي مرمي بحر الوادي. هو يناشد الزهرة ويجاوب عنها تقول له في كربلاء جينا لك، تقول له مو غايبة مو غايبة. إذا المؤمن تحضر الزهرة، حديث عن الصادق عليه السلام يروي الفيض الكاشاني في كتاب علم اليقين، يقال للمؤمن ارفع عينك وانظر، قال فيمثل له رسول الله وعلي وفاطمة والحسن والحسين والأئمة من ذرية الحسين، ويقال له هؤلاء رفقاؤك. هذا المؤمن، ولذا على لسانها ابن فايز في كربلاء جينا لك وجنازتك شفنا شفنا جفن هالذاري وما غسل هدمة ومقطعة يسرها ومقطعة يمنى يحق لي لعيف الجنة وانزل على هالوادي. اللهم صل على محمد وآل محمد، يا من فرجه قريب وسائله لا يخيب، صل على محمد وآل محمد، وامن علينا بجاههم عندك ومنزلتهم لديك، امن علينا وعلى جميع المؤمنين بفرج من عندك لا سيما المسجونين. اللهم عجل بفكاكهم وخلاصهم والفرج عنهم. آمنا في أوطاننا، لا تسلط علينا من لا يخافك ولا يرحمنا، امنع أيدي الظلمة أن تصل إلينا، اقضي حوائجنا للدنيا والآخرة. إلهي تصدق علينا برضاك، وامن علينا بغفرانك، واعتق رقابنا ووالدينا وأهلينا والمؤمنين من النار. ارحمنا وارحم موتانا، لا سيما من اجتمعنا لأجلها وسببها، أم علوي. اللهم من عليها بواسع رحمتك، أسكنها الفسيح من جنتك، اللهم اجعلها عندك في أعلى عليين مع محمد وآله الطاهرين، وارزقنا وإياها شفاعتهم يا كريم. اللهم بلغها وأوصل لها ثواب مجلس عزائنا هذا، وضاعف لها الأجر والمثوبة. وإلى روحها وأرواح موتاكم والمؤمنين لا سيما العلماء والشهداء نهدي ثواب الفاتحة مع الصلوات.